هذا المشروع حتى الآن، هتحكي لي إزاي تمام. تداولت الحكاية بداية لو اتكلمنا عن التصويت الإلكتروني؟ الالكتروني، نعم التصويت الالكتروني انا عملته من سنتين واعلنته على التلفزيون بالموديل اللي انا كنت عامله. التصويت الالكتروني ده بيستخدم في شاشه كمبيوتر وبرنامج كمبيوتر وسكانر. اللي بيدخل يعمل تصويت بيحط الاي دي اللي هو البطاقه رقم القومي، نعم بيحطها على السكانر. السكانر بيقوم بيعمل تشيك على البطاقه، يعني بيشوف الرقم ده موجود فعلا صح، بيعمل سيرش يعني بحث بحث ذاتي. ان نعم هو موجود، ان الرقم ده فعلا موجود، ان البطاقه مش مزوره لان البطاقه فيها باركود. هو بيعمل تشيك على الباركود في نفس الوقت، فبيبتدي يعرف ان البطاقه دي ما تمش انتخاب بيها قبل كده، ان البطاقه دي سليمه، ان البطاقه ما فيهاش اي تزوير. وبعدين ده الكلام ده بياخد ما يزيدش عن 10 15 ثانيه، تمام. وبعدين بيظهر على شاشه الكمبيوتر. ونوفر بقى قصة اما انا هقول لحضرتك الصندوق. الاختصارات بقى بتاعتها كتيره قوي. اتفضل. فبيظهر على شاشه الكمبيوتر، بيظهر على شاشه الكمبيوتر الاي دي نفسه، البطاقه اللي هو عملها. وبعدين بيظهر كل المرشحين، كل مرشح في بلوك لوحده، نعم بيظهر الصوره والرقم بتاعه والرمز بتاعه والرقم والاسم والصوره، فكل البيانات بتاعته. اللي حضرتك بقى ده بتتعامل مع مين؟ مع البني ادم اللي بيعرف يقرا ويكتب، صحيح. مع المتعلم الكويس، مع حتى الامي اللي ما بيعرفش قرايه وكتابه وبيعرف الشكل او داخل يجيب رمز. فهو قدامه الاربع حاجات، اللي هو عايز يختاره بيدوس على الشاشه بصبعه، واحد اتنين تلاته، وبعد كده بيدوس على زرار خارجي وياخد البطاقه ويمشي. السيستم ده كده بياخد معاه من دقيقه لدقيقه ونص، انا بحسبها دقيقتين، من ساعه ما بيدخل يحط البطاقه لحد ما بياخد البطاقه ويمشي. فاحنا لو عندنا شاشه واحده وبنشتغل في خلال ساعه واحده، زي لو عندي 50 مليون ما انا هقول لك نفر. لو انا بتكلم هتكلم على واحده، لو واحده يبقى في الساعه هاخد 20، انا هقول لك 60 على 2 على دهني هاخد 30، تمام، في الساعه الواحده. فانا لو بشتغل 10 ساعات يبقى دي 30 في 10 ب 300 للفرد الواحد. تمام. فحضرتك عايزه تعملي كام شاشه تشتغلي بيهم؟ انا عملت السيستم يعمل لحد 50 مليون شخص ينتخب في اليوم الواحد في خلال العشر ساعات. اخر واحد في جمهوريه مصر العربيه ايا كان موقعه يسحب البطاقه تطلع النتيجه. طب ده بيمنع التزوير ويمنع الدخول الانتخابات مرتين او البطاقه الدوارة زي ما برافو بيقولوا، حضرتك سؤال قوي. ويمنع تمام الرشوه كل حاجه وهذه تمام. الافعال الشيطانيه. البطاقه مره واحده، لان هي لو البطاقه لو انا انتخبت هنا ورحت في مكان تاني في محافظه تانيه ما لسه قدامي هقول 10 لحضرتك. ساعات، صحيح. انتخبت في مكان تاني، اللي بيعمل سيرش بيعمل تسجيل ورا بعض او بيعمل ترتيب للارقام ورا بعض، لو لقى نفس الرقمين ورا بعض يشطب الاثنين، وبعد كده بيدي انذار ان ده جه انتخب، تقدري تجيبيه بقى لان تمام. الاسم والرقم والعنوان وكل تفصيل البطاقه بتاعته عندك، تمام. فحضرتك طب تجيبيه وتحاسبيه. يعني هذا البرنامج اعددت له امكانيه عدم الاختراق؟ لان هو شبكه محليه، ما هوش داخل على الانترنت. شبكه محليه يعني من الاوضه دي للاوضه دي للمحافظه دي بالشبكه بتاعتي انا، انا ما بدخلش بقى على الانترنت من بره، فبالتالي ما فيش اي بني ادم بيدخل على السيستم، لان كل الكمبيوترز اللي موجوده موجود عليها النظام ده فقط، عليها السيستم بتاعي انا فقط، فما فيش اي حد تاني يقدر يخترق او يدخل عليه. اي حد عايز يتاكد ان السيستم سليم ولا مش سليم، انا بحط السيستم واعمل عليه تشيك بكذا في كذا مكان، ان شاء الله اعمل 20,000 واحد يدخل عشوائي. طب انا لو عندي دلوقتي 28 محافظه، احتاج في كل محافظه كم جهاز؟ على حسب العدد اللي موجود في المحافظه، في محافظه فيها 5 6 مليون بينتخبوا، وفي محافظه فيها 100,000 او 200 او نص مليون. لكن احنا عاملين البرنامج ان هو يستوعب 50 مليون فرد في اليوم، ان شاء الله يكون 100 مليون. هلا الفرق في ايه؟ طب في عدد الشاشات. طب التكلفه، شوف حضرتك الشاشه والنظام والسكانر الصغير الكلام ده كله لا يزيد عن 800 جنيه، نقول 1000 جنيه. لو قلت 1000 جنيه نقسم بقى كده ال 1000 جنيه على دقيقتين، هيطلع على ال 30 في الساعه، نقسم ال 1000 جنيه على 30 ساعه، على 30 في الساعه، وبعدين على 10 ساعات، يعني نقسم ال 1000 على 300. نقول نقسم ال 1000 على 200 هيطلع 5 جنيه. لو انت بتستخدميها مره واحده. ثانيا السيستم ده يمشي معاكي في مجلس الشعب، في مجلس الشورى، في الانتخابات، نقابات، حضرتك بتوصفي السيستم وتظبطيه طبقا للي انت عايزه تشتغلي عليه.
طب هل احنا عندنا حد مدرب على هذا؟ يعني حضرتك اخترعت هذا النظام، هل وقتها يبقى عندك فريق مدرب على ده؟ فريق ممكن اي حد مش مدرب يقدر يشتغل سهل عليه؟ سهل جدا، اصل الفكره موجوده والاساسيات موجوده عندي والبرنامج عندي، لازم يحصل عليه تعديل. انا بيشتغل معايا 3 4 سوفت وير وخلاص. انا بقى ممكن اشغل بدل 3 4 يبقوا 1000 عشان يبقى كل محافظه فيها كذا، ولكن السكيورتي على السيستم معايا انا واحد فقط. تمام. اصل والتاني يبقى قبل، ان لو حجر له حاجه يبقى التاني يبقى قبل الموضوع. تمام؟ فهو ده يبقى لو اخترق هذا السيستم يمين يم التاني بس. طب في الحاله دي انا شايفه ان هو بيوفر وقت، لو ده حصل هيوفر وقت. وقت وفلوس وحمايه بقى، صناديق تتشال وعليها هجوم وصناديق تتاخر، والناس اللي بتتعب والقضاة اللي بيطلع مساكين بيتعبوا جدا ويقعدوا يفرزوا لحد الساعه 2 3 بالليل، وبعدين تدخل بقى الطعون، لا ده اصل ما شافش، لا اصل انا كنت جايب ناس من عندي وزوروا، ده كل الكلام ده بيتلغي، لان بقول لحضرتك اخر واحد في جمهوريه مصر يعني العربيه يعني الفرز بيحصل اليا اوتوماتيك، كل واحد بيحط يطلع نتيجه للمجموعه والسهر طوال الليل 10 ساعات مده الانتخابات تبدا من ساعه واحده، من الساعه اكس اكس زائد 10 اخر دقيقه في اكس زائد 10 تطلع نتيجه، انتهى الموضوع. واللي يطعن موجوده. وبعدين اعمل حته سكيورتي ثانيه، ممكن يقول لي ايه؟ يقول لي ان اللي دي اصلا انا اتسالت فيها بقى قبل كده. يقول لي ان اللي دخل ده مش هو اللي كان هينتخب. واحد دخل ببطاقه واحد ثاني، انا حاطط كاميرا وبالكاميرا دي اللي بيدخل علشان ينتخب ويحط الاي دي بتاعته، الكاميرا بتاخد له لقطه وبتشيلها جنب الاي دي بتاعته. يوم ما يقول لي فلان اللي الاي دي بتاعه دخل وما كانش هو، اعمل سيرش واجيب الاي دي تطلع صوره مين اللي انتخب. طب ليه مش حاطين بصمه العين بقى بالمره بما اننا تاخد وقت تاخد وقت تاخد وقت. لكن دي سريعه الصوره، الجهاز يقول لي ده اتصور قبل كده، وانا بعمل وانا باخد الحبه بحط الاشخاص اللي انا بختارها على طول تاخد لي لقطه في المنتهى. تمام. طب احنا قلنا لو احنا يعني عملنا ده في 50 مليون فرد انتخاب، 50 مليون فرد في اليوم يدخلوا ينتخبوا، ده هيكلفنا حوالي 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه السيستم ده. انا سمعت عن واحد بيعلن عنه على السي بي سي ب 450 مليون جنيه هيدي الايديا بالموديل بتاع السيستم، انا مش هدي السيستم كامل. هل ده براءه اختراع لحضرتك ولا تنفيذ وتطوير حضرتك؟ لو اتكلمنا على براءه اختراع، لو اتكلمنا على براءه اختراع يعني حضرتك هتعملي لي احباط كبير، لان انا مقدم براءه اختراع سنه 2006 كان على نظام القطارات. حضرتك تقعدي في اوضه زي كده فيها شاشه تشوفي جميع القطارات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه بسرعه كل قطر ماشي بسرعه كام، فتقدري وتقدري تتحكمي في كل قطر، تمشيه اذا كان بسرعه تبقى خليه يزود السرعه او يقلل السرعه، وتتحكمي وليك علاقه مع السواق تكلميه، يعني حتى لو السواق جرى له حاجه لا قدر الله مات او جرى له او تعب وهو سايق القطر، حضرتك انت تسوق القطر وانت في الاوضه وانت في كنترول روم. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ انا قدمت عشان اخد براءه الاختراع، كان معايا طلبه حكمان، قدمت عشان 2006 لحد 2009 الورق يروح ويجي يروح ويجي بكلام عبيط فاضي، وبعد كده لقيت انه السيستم بتاعي اتفصص ومشي بره، بقيت اشوف الحاجات بتاعتي اللي بره، ولذلك بخاف اقول حاجه على التلفزيون اللي بقوله، بعد كده تلاقي كل واحد ياخد الفكره يروح يعمل الايديا، مش مشكله بس. طب يعني حضرتك تقدمت بهذه الفكره للمسؤولين ازاي وقوبلت هذه الفكره ازاي؟ الاولى ولا الثانيه؟ احنا بنتكلم لسه في التصويت الالكتروني. التصويت الالكتروني ده انا اول ما مسك دكتور الجنزوري الوزاره الفتره اللي فاتت، الفتره الانتقاليه السابقه، اول اسبوع كنت انا بعرض البرنامج ده على التلفزيون، كنت بعرض حاجه خاصه في الطاقه الشمسيه، وقلت له معالي رئيس الوزراء الحاجه جاهزه، قول لي النهارده عايزها شهر هديك السيستم كامل بالموديل، انا كان معايا الموديل كامل، قلت له شهر كان عندي امتحانات، قلت له اخلص شهر امتحانات. ولا شهرين؟ لا انا قلت له شهر، لان كنت انا عامل جهاز كانت كل حاجه موجوده، قلت له شهر اخلص امتحانات وابقى كده ابقى فاضي معاك عشان ما اقدرش اعمل بريك من الامتحانات، قلت له شهر وهديك سيستم. وعملوا نداء وسياده الوزير وسياده رئيس الوزراء ارجوك تسمع الحاجه دي هتوفر ودي هتمنع التزوير. صحيح. واحنا برضو من هنا بنعمل نداء للسيد رئيس الوزراء حازم الببلاوي والقائمين على العمليه الان الدستور بينتهوا منه وهناك تخطيط للانتخابات، لابد ان تنظروا الى هذا المشروع لانه سيوفر على الدوله الكثير والكثير من الجهد والتزوير والاوراق واموال طائله، حتى لو كان هيتكلف 100 مليون جنيه فهو هيوفر اكثر من ذلك بكثير. ده هم بيطبعوا ورق بيجي 50 مليون جنيه لوحده. بعد كده
السيد رئيس الوزراء لم يستجب، لم يستجب ولم يتحرك له ساكنا. مش اول مره يعني، مش اول حاجه. بعد كده ما عرضتوش؟ انا عرضته على التلفزيون وجهزته ودخلت كده. لا لا، عرضته على مين؟ ما فيش قطاع خاص عايز انتخابات. لا اقصد ما عرضتوش على الحكومه اللي بعد كده. لا الحكومه بعد كده، ما الحكومه بعد كده كانت شغاله انتخابات، كانت شغاله باي فورس يعني. طيب احنا برضو احنا وجهنا نداء، واحنا كلنا بنتمنى ان ده لو ان هو هيوفر وقت وهيوفر فلوس وهيوفر علينا شبهه التزوير، فخلينا نقول انتخابات نزيهه، ويا رب يكونوا بيسمعونا وينفذوا هذا المشروع. هننتقل الى مشروع الطاقه الشمسيه، وحضرتك قدمت 14 مشروع. طبعا انا يعني مش هقدر في الفقره دي نتكلم عن كل المشروعات، فممكن نتكلم عن مشروع واحد. انا حابب برضه يعني نساهم في ان ما تتسرقش الافكار بتاعتك. لا تتسرق بس تمشي صح. اولا حضرتك انا بتكلم، احنا عندنا في هيئه اسمها هيئه الطاقه الجديده والمتجدده، دي معموله سنه 1986. الهيئه دي بتصرف مبالغ ماليه خرافيه، انا معايا الاحصائيات بتاعتها ولا جدوى منها، كلها دراسات، كلها هننفذ. واخر حاجه ليها في مجلس الشعب ايام النظام السابق ده، اخر نظام، كان عندهم خسائر 532 مليون جنيه على الاقل، فهم بيصرفوا بالمليارات كل سنه بخلاف الدعم اللي بيجي لهم من بره. يعني شوف حضرتك فلوس قد ايه، مفيش اي انتاج ليهم الا شويه حاجات صغيره فلوسها مدفوعه من بره وانتاجها ضعيف. صحيح. انا هبعد عن الكلام ده واقول لهم انا مش عايز فلوس، بس انا هبدا بمشروع واحد من اللي انا من اللي معايا. هبدا بالري، احنا عند الري، من الري هوفر لمصر. اولا امريكا اللي بتعلي صوتها وتقول لنا الدعم ومش الدعم، لا انا هخلي مصر، شباب مصر يصحى الصبح يلعب كوره وينام اخر النهار واخر اليوم يكسب 10 مليون دولار. طب ازاي يعني يصحى الصبح يلعب كوره وينام كرة اخر النهار ويكسب من ويكسب كده ده واحد منهم انا بكلم وهحسبها لحضرتك. يعني يصحى الصبح ما يعملوش حاجه ويجوا اخر النهار، ده ردا على اوباما عشان بيتكلم ويقول لنا فلوس، فلوس احنا مش عايزينها. يصحى الصبح يعملوا اللي عايزين يعملوه، اخر النهار ربنا بيديهم 10 مليون دولار. ازاي يا دكتور؟ ازاي؟ احنا عندنا لا يقل عن 500,000 مكنه ري موجوده في الاراضي الزراعيه. الاراضي اللي هي الاراضي اللي بتروي بالراحه، لسه هدخل على الاراضي اللي بتاخد من 200 متر تحت ل 300 متر. صحيح. ال 500 دولت انا هقول في مكنه بتشتغل بساعتين ثلاثه في اليوم بتاخد لها 5 6 لتر، وفي مكنات تانية بتشغل ال 24 ساعه بتاخد لها حوالي 40 لتر. انا هاخد المتوسط نقول قد ايه السولار يعني بالسولار. هنقول انها المتوسط 10 لتر في اليوم. كويس، ال 10 لتر هقول في ال 500، انا داخل بالبسيط قوي اهو، بال 500,000 هيطلع قد ايه؟ 5 مليون. ادي 5 مليون. ال 5 مليون دول البلد بتشتري لتر السولار بكام؟ بدولار. طب لو انا وفرت للبلد ال 5 مليون لتر سولار، ده على الاقل، ده هم بيصلوا 8 و10 بالحساب. اذا استغنينا عن السولار واستخدمنا حطيت مكانه الشمسيه بقى اللي هو السيستم اللي هو ايه اللي انا مكونه، هو ما هوش اختراع ولكن موجود بره، ولكن انا مسستمه على ده. وطبعا كل مكنه تختلف من مكان لمكان. صح. يعني وكل فلاح له نظام غير الثاني. كل ده انا عامله دراسه وعامله تطبيق كامل. صحيح. فبالتالي ادي مينيمم وفرنا كام؟ 5 مليون لتر. اللتر بكام؟ بدولار. ادينا وفرت لي 5 مليون دولار اهو. حد عمل حاجه؟ تمام. يعني المكن ده لما بيصحى هتروحي تشتري له جاز سولار؟ لا. حد هيروح يدور المكنه؟ لا. حد هيقدر يمنع عنان الشمس؟ لا. ادي يبقى كده صحي واخر النهار ادي خد 5 مليون. في حاجه ثانيه بتستخدم بنزين 80. بنزين 80. بنزين 80 ما هو ما عادش موجود. ما هو ما عادش موجود بس بتشتريه، ما انت لازم تشتري. انت عندك فئات كتير بتستخدمه، عربيات، وفي مواتير بتشتغل عليها، وفي مواتير كهرباء بتشتغل عليها، والتوك توك بيشتغل على 80. صحيح. حضرتك انا هاخد جزئيه معينه انا عارفها، فمش مش دي بتوفر معايا بتوفر معايا برضو من 6 ل 7 مليون لتر بنزين في اليوم، لان انا هاخد نفس الكلام 10 لتر في اليوم وعندي 600 700,000 قطعه من الحاجه دي اللي بتشغل. تمام. فانا بقلب السيستم ده كله، ده انا بتكلم كهرباء لسه ما اتكلمتش في البيئه. تمام. فانا هوفر اقول برضو 5 مليون لتر بنزين 80 زيهم، وسعره دولار. ادي 5 وادي 5 بقوا كام؟ 10.
حد تعب في حد تعب يجيب الشمس؟ لا خالص. طب انت ازاي هتوفر 25,000 فرصة عمل للشركة؟ لان النظام ده علشان اعمله انا ما بعملوش عشان يشتغل يوم واحد، انا بعمله المدى بتاعه 20 سنة. السيستم اللي انا بعمله ده بياخد ضمان 20 سنة للخلايا، تمام، وبياخد 5 سنين للمكن على الاقل، لو استخدمها استخدام جيد بتوصل اكتر من كده. تمام. طيب ال 20 سنه دول انا مش معقول هدي لك حاجه تشتغلي بيها عشان تكسبي البلد وتوفريها واحسبك شغل لوحدك. لازم يبقى ده نظام استراتيجي بقى. انا يعني بايد مصريه، كل مصري. طيب فانا بجيب الشباب دول هم ال 25,000، باخد منهم 20% مهندسين و 10% تجاره واي تي عشان يقفل السيستم، وبعد كده الباقي دول كلهم فنيين، هم دبلومات الصنايع واللي حتى معاه دبلوم تجاره مش عارف يشتغل ودبلوم صنايع ومش عارف كل ده واعداديه، بيعلموا ازاي يعمل صيانه لهذا الكلام. يبقى اذا في متابعه يوميه على ال 500,000 وحده اللي انا عملتهم او 700,000 او ال 100,000. علشان كده يبقى لازم في جميع محافظات الجمهوريه، لان الكلام ده هيبقى على مستوى المحافظات. صحيح. يبقى حضرتك لو احنا عندنا كام محافظه؟ 28 او نقول 25. يعني انت شايف ان توليد الطاقة عندنا، الطاقة الشمسية عندنا سهل جدا ومهم جدا ونقدر نستخدمه. ده انا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا وزراء، يعني ما حدش عايز يتكلم عليهم. الوزير اللي قبل ده بتاع البترول طلع مرة في القناة الاولى يقول ان الطاقة الشمسية مكلفة ما نستخدمهاش، مع ان احنا كمصر علينا غزو، وانا قلته من 3 سنين على التلفزيون اكتر من 10 مرات، علينا غزو من اوروبا. الناس دي بتسعى انها تقفل علينا ان احنا نستخدم الطاقه الشمسيه، وهيجيبوا معدات الطاقه الشمسيه بتاعتهم يحطوها في مصر، ولما يحطوها في مصر هيبقوا هم اللي في ايديهم الملك، هم الاقوياء، هيبيعوا لنا الكهرباء اللي بالشمس بتاعتنا، هيبيعوا لنا بالسعر اللي هم عايزينه، والباقي هيصدروه لاوروبا. يبقى هم لان البترول هيخلص في خلال 15 20 سنه، بالتالي مش هيبقى عندهم طاقه، فهيعملوا ايه؟ هيبقوا زي عندك بير بترول من اللي بيطلعوا الاجانب، يقول لك انت اللي حصه قد كده وانا اللي حصه قد كده، هم هيعملوا نفس الكلام. بس بقى في دي هم بياخدوا طاقه ما بيدفعوش فيها حاجه وما بيطلعوش حاجه من تحت الارض، لان ربنا عطينا الشمس كل يوم من 10 ل 12 ساعه، قول 10 ساعات. طب في عجاله كده كنت قلت لي ان انت مرسي الرئيس المعزول بعت لك وبعدين تلاعبوا بحضرتك. لا يعني انا زوخت ان هم بعتوه لحسن مالك ومن حسن مالك للشاطر. ايوه شهر 2 السنه اللي فاتت فوجئت بواحد جالي المكتب، دكتور عرفني بنفسه، اهلا وسهلا. كان حوالي الساعه 10 بالليل 10 ونص، قعد معايا لحد الساعه 3 الفجر. طبعا قال لي انا سمعت في التلفزيون وعرفت عنك انك انت كذا كذا، فانت عندك المشاريع بتاعتك دي ايه؟ فانا بصراحه سردت معاه وقلت له، فقال لي طيب ايه رايك ان احنا نشتغل مع بعض؟ احنا كده هنبقى طاقم 4 وهنشتغل تبع الرئيس مرسي مباشره، وهيبقى كل المشاريع مطبقه على ايه؟ على مصر. قلت له بس هتبقى كلها مصر وانا المسؤول عنها، او احنا الاربعه المسؤولين عنها. قال لي موافق. وبعد كده بدا يرفع التليفون يتكلم واحد، كلمه حوالي ساعه الا ربع، فانا سبت له المكتب ورحت المكتب الثاني. بعد ساعه الا ربع جه بيقول لي خلاص احنا اتفقنا وانت ضمن الاربعه، بس في شرطين هنعملهم. الشرط الاولاني هنروح نقابل الشاطر، هنعرض عليه الفكره، إذا وافي بيها وقبلها هنروح نقابل المالك حسن المالك، وبعدين بعد حسن المالك هنروح إيه؟ نصدق من الرئيس. قلت له لا، قلت له أنا راجل عسكري، أولاً ما بشتغلش عند حد، أولاً لا ده في الوزارة ولا ده في الوزارة، ولا ده يهمني ولا ده يهمني، إذا كنت أنت جاي بتقول لي مع الدكتور محمد مرسي يبقى مني ليه مباشرة، أو إديني حد من الوزراء اللي هم المسؤولين أكلمه، إنما ليه أروح لده ولا أروح لده؟ طبعا انا قلت الكلام ده على التلفزيون على فكره. صحيح. قبل ما يمشي مرسي عشان ما يقولوش ان انا قلته بعد مرسي. قعد من شهر 2 لشهر 5 يطردني، انا زوقت منه صراحه، يعني لان قفلت على الموضوع. قلت له ان شاء الله تختاروني مش هاجي. احنا بنتمنى ان السيد رئيس الوزراء حازم ببلاوي بعت للدكتور البرادعي، بعت للدكتور حازم الببلاوي ميل ومسج وهو معايا في نادي الروتري، وبلغته عن طريق زمايلي، وبعت لاحمد المسلماني، استاذ احمد المسلماني المستشار الاعلامي بعت له مسج وبعت له على الايميل وعلى الفيسبوك، وبرضه للدكتور ببلاوي على الفيسبوك وبالايميل، وبعت للدكتور لوزير التجاره والصناعه، بعت له مسج ومسج دكتور فخري عبد النور الاستاذ بعت له رساله على التليفون كبيره، وبعت له مسج مسموعه، وبعت المسج. طب يعني ممكن برضو خلينا نبدي حسن النية ونقول ان ممكن الرسائل ديت محدش فاضي يقرا رسائل ومحدش فاضي يتواصل،
يعني نعمل محاولات ونعمل زيارات مفيش مباشرة. مشكلة ده، بس حتى على الأقل يوقفوا هيئة الطاقة اللي عمالة تصرف مليارات كل سنة. آخر مشروع، آخر موازنة ليهم 8 مليار أو 6 مليار. نعم 6 مليار جنيه. نعم. بدون في أي فايدة، حرام. نعم. بدون نعمل احنا الحاجات دي. احنا يعني عرضنا الموضوع وجزء من الموضوع، يعني في عندنا 14 ده لسه 14 مشروع ده. لكن الحقيقة الوقت أزف ورانا ناس تانيين. أنا بشكر حضرتك العميد دكتور مهندس سامح نعمان العسوي، خبير في الطاقة الشمسية ومصمم برنامج التصويت الإلكتروني ومستشار الحرب الإلكترونية سابقا ده في العسكرية. أنا بشكر حضرتك، شرفتنا في تعيشي يا مصر، ومش من بلدنا اللي غواه الشيطان، مش من بلدنا اللي باع الأمان، مش من بلدنا، براء منه كلنا، براء منه كلنا. وتعيش يا مصر حرة مستقلة، تعيش يا مصر قوية أبية عافية. أشكركم وإلى أن ألقاكم، تعيش يا مصر. Oh.